بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ببركه مولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. امدنا بمدد رسولك الكريم، اللهم امرنا بانواره، اللهم يا رب العالمين انفعنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وحققنا بحقائق اهل القرب، واسلك بنا مسالك اهل الجد، ووفقنا وسائر المسلمين يا رب لما تحب وترضاه، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وكل من له حق علينا والمسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، نكمل قراءه الرساله القشيريه للامام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب المعرفه بالله. انت تقول عالم وعارف، هل هناك فرق بين المعرفه والعلم؟ هو ده موضوع اليوم، المعرفه والعلم. العلم، تعريف العلم عند العلماء هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. يكون عالم الذي يعرف ويعتقد امر ما اعتقاد غير قابل للتردد، اي لازم، وعنده الدليل يبرهن على ما يعتقد، يسمى عالم. فان كان عنده اعتقاد جازم مطابق للواقع ولكن لا دليل عنده، لا يستطيع ان يدلل، يسمى مقلد. يسمى مقلد وليس عالم. واذا كان عنده اعتقاد جازم غير مطابق للواقع ولا دليل عنده، يبقى ده ضلال، في ضلال حيران. يبقى الضلال انه يعتقد اعتقاد جازم، كالنصارى يقولون سيدنا عيسى ابن الله او سيدنا عيسى هو الله، وعندهم اعتقاد جازم، ولكن هذا الاعتقاد الجازم غير مطابق للواقع ولا دليل لهم عندهم، حتى انهم هم نفسهم عندما يعلمون ابنائهم يقولون امرها على عقلك ولا تنظر الى دليل، فهذا يسمى ضلال. اما ان كان ليس عنده اعتقاد اصلا في امر ما لا يعرفه يسمى جاهل. ومن كان معتقدا اعتقاد جازم انه على الصواب وهو على خطأ يسمى جاهل، جهل مركب. يبقى الجاهل جهل بسيط، تسأله هل تعرف كذا يقول لا. الجاهل جهل مركب يقول نعم أعرف، ثم يجيبك إجابة خطأ، فهو يحتاج لتعليمه مرحلتين، تثبت له أولا أنه مخطئ، ثم تثبت له أنه لا يعلم، ثم بعد ذلك تعلمه. فالجاهل جهل مركب أصعب في مناقشته من الجاهل جهل بسيط. إن كان عندك شك مستوي الطرفين في مسألة، يعني فلان موجود أو غير موجود، أنا معتقد اعتقاد جازم أنه موجود وعندي دليل، يبقى ده علم. معتقد اعتقاد جازم أنه ليس موجودا ولكنه في الحقيقة موجود، يبقى ده بقى ضلال. مش فاهم، حيران، حيرة. يستوي عندي الطرفين يسموه شك، أقول أشك، ربما يكون موجود أو غير موجود. طب إن كان عندي طرف راجح ولكني غير جازم، يبقى الطرف الراجح يسمى ظن، والطرف المرجوح يسمى وهم. يبقى أنت عندك كده كل الاحتمالات. لحد دلوقتي إحنا ما تطرقناش للمعرفة، كل كلامنا في العلم. يبقى العلم يفتقر للدليل. العلم مفتقر للدليل. المعرفة أعلى من العلم، لكن لابد ان تنتقل الى المعرفه بعد العلم. واحيانا رب سبحانه وتعالى ينقل من يشاء من عباده دون ان يمر بمرحله العلم الى المعرفه، حتى لا يظن العالم انه وصل الى المعرفه بعلمه. يبقى ربك لازم يعمل ايات كده في الطريق، ياتي مع العلماء الذين اثنوا عمرهم في العلم
يأتي إليهم بإنسان لا يقرأ ولا يكتب ولم يذهب إلى مدرسة قط، ويفيد عليه من المعارف ما يجعلهم تلاميذ عنده، حتى يعلموا أنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه بعلمهم، بل هو محض فضل الله. يبقى المعرفة هي مرحلة أعلى من العلم، حيث أنك فيها لا تفتقر إلى دليل، لا تفتقر إلى دليل، يكون عندك اعتقاد جازم وغير مفتقر لدليل، لأنك تعديت مرحلة الدليل. كيف ذلك؟ الإنسان في بداية إيمانه يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات سجاد، أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ وصل إلى الله بالدليل، وصل إلى الله بالدليل أنه لا فعل إلا بفاعل، ولا خلق إلا بمخلوق، ولا تدبير إلا بمدبر، كلام منطق. فطالما الأمر فيه تدبير وفيه خلق وفيه فعل وفيه حركة، لابد أن يكون هناك من فاعل، من محرك، من مدبر. ولم يدعي أحد أنه أوجد نفسه أو حرك نفسه أو خلق نفسه، حتى الإنسان وهو أعقل ما في الأكوان لم يدعي أنه خلق نفسه، فلا بد أن يكون له فاعل وله خالق وله موجد. فصار الوصول إلى العلم بالله مرورا بالكون بالخلق، فأنت افتقرت لمعرفة الله إلى الكون. يبقى أنت عرفت الله، علمت بالله وشهدت، ولكن مرورا بالدليل. ولكن يرتقي الإنسان بينه وبين نفسه، يقول هل هذه الأشياء المخلوقة الضعيفة من الظهور ما ليس لله فيفتقر الله لمعرفته إليها، بل هي التي تفتقر إلى الله، فتصير هذه الأشياء في ظاهر أمرها أنها ما هي إلا مظهر لله فيها، مظهر لصفاته، مظهر لأفعاله، والكلام ليس على الذات حتى لا تقول بالحلول، فهي مظهر لذات لفعل الله، مظهر لصفة الله، فينظر للأكوان أنها مظهر لصفة المكون، فيقول هل تكون الآثار لها من الظهور ما ليس لله فتكون هي المظهرة له؟ بل والله ما ظهرت إلا لظهوره فيها. فصار بعد ذلك يرى الله قبل الأكوان. الأول يرى الله بعد الأكوان، العالم والعارف يرى الله قبل الأكوان. العارف يرى الله بالدليل، العالم يرى الله بالدليل، والعارف يرى الله بالله، ولذا لا يفتقر للدليل، يطير عنده علم ضروري. فالمعرفة هي علم ضروري. ضربت لك مثالا، أنت إذا شعرت أنك جائع، هل تحتاج أن تدلل لنفسك أنك جائع؟ لا تحتاج لدليل، لأنه صار علم ضروري عندك أنت تشعر به. لو اجتمع الإنس والجن وقالوا لك أنت لست بجائع، تصدقهم؟ لا تصدق أحد، أنا أدرى بنفسي. فالعارف صار عنده علم ضروري بالله، بصفاته وأفعاله، لا بذاته. فالله سبحانه وتعالى ذاتا فوق الإدراك، لا يدرك سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم. فصار يرى الله في كل شيء، يرى الله في كل شيء. علشان لهذا لما جاء الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت أرى عرش الله بارزا، وأرى أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتعذبون فيها. فعزفت نفسي عن الدنيا، ذهب فيها، وصرت متشوقا للآخرة، وأصبح ذكر الموت لا يفارقني. فقال له ايه رسول الله؟ ولا قال له علمت؟ قال له عرفت فالزم. فهمت انا من هذا الحديث معنى لم اره لاحد، لكن افهمني ربي سبحانه وتعالى، يعني كيف يرى عرش الله بارز وهو على الارض؟ صار يرى ان الامور كلها بتدبير واحد مع تعددها بالظاهر، فهذا هو عرش الله التدبير. فرأى أن المدبر واحد
وتعددت الأشياء، فرأى عرش الله بارزا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. انظر الآية: ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فعلامة استواء العرش تدبير الأمر، فمن رأى التدبير لله رأى العرش. والرؤية ليست رؤية عينية، ولكن رؤية بصيرية، بالبصيرة، بالقلب. هذا معنى رأيت عرش الله بارزا، ورأيت أهل الجنة يتنعمون فيها، وهي جنة المعارف. فلما عرف ذلك تنعم وعلم أن كل الأمر من الله، فرضي بكل شيء فلا ينغصه شيء، فصار في نعيم على طول، لا يكدره شيء، فصار في الجنة. فرأى أهل الجنة جنة المعارف يتنعمون فيها، ورأى أهل النار نار الغفلة والحجاب والبعد عن الله يتعذبون فيها. فلما رأى الأمور على حقيقتها، انطلق من حقيقة الأمور إلى مراد الله بحكمته فيها، فصار عبدا ربانيا على مراد ربه، فاستسلم وسلم قيامه لربه توكلا ورضا، فعزف عن الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يكره الدنيا، لأنه صار يرى بنظر الله، يرى بعين الله، فعزفت نفسه عن الدنيا، لأن الدنيا في عين الله لا تساوي جناح بعوضة، لا تساوي جناح بعوضة. والله أعلم، هذا ما فهمت من هذا الحديث. لكن على أي حال، المعرفة عند الصوفية لها معنى فوق العلم، ولكن عند سائر طوائف المسلمين غير الصوفية، المعرفة والعلم مترادفان. واضح؟ يبقى عند جميع طوائف المسلمين عنده العلم والمعرفة ترادف، عالم عارف يساوي بعض، لكن الصوفية فقط هم الذين ميزوا بين العارف وبين العالم، بهذا المعنى الذي أردت أن أقوله لك. العالم ساكن الجوارح، لأنه مع الدليل، والدليل جوارح، والعارف قلبه في سكينة، يبقى العارف في سكينة والعالم في سكون، هناك فرق. العالم في سكينة لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى قدر الأمور فسكنت جوارحه، فلم تتحرك إلا بمقتضى العلم، فطلب رزقه بعزة فسكنت جوارحه. والعارف اطمأن لمراد الله أنه لابد أن ينفذ فسكن قلبه، فقلب العارف في سكينة وجوارح العالم في سكون. فالعالم مع الحواس، والعارف مع المعاني، العالم مع الملك، والعارف مع الملكوت. هذه هي الفروق اللي أردت أن أوضحها في بداية كمقدمة، ثم نقرأ بعد ذلك كلام الشيخ الأستاذ عبد الكريم القشيري. يقول: قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، جاء في التفسير: أي وما عرف الله حق معرفته. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد العبد بن عبد الله العبد قال: حدثنا محمد بن القاسم العتكي قال: حدثني محمد بن أشرف قال: حدثنا سليمان بن عيسى الشجري عن عباد بن كثير عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن دعامة البيت أساسه، الذي يقوم على أي بيت؟ يقوم البيت على الأساس، دعامة البيت أساسه، ودعامة الدين يعني أساس الدين المعرفة بالله تعالى واليقين والعقل. المعرفة تجعل القلب يستسلم، واليقين والعقل تجعل الجوارح تطيع. يبقى لابد أن تكون الجوارح طائعة والقلب مستسلم، واليقين والعقل القامع. يبقى المعرفة بالله واليقين والعقل القامع، سمي عقل لأنه يعقل الإنسان، يعني يحجزه عن فعل ما لا يليق. إن كان عن فعل ما لا يليق شرعا، يبقى هذا العقل عقل ديانة وتكليف، وإن كان ما لا يليق عرفا، يبقى العقل ده عقل يعني تعارف بين الناس، عقل عرفي،
زي مثلا الكفار ساعات مثلا يقول لك انا لابد ان انا اكون صادق الكلمه، لابد يكون عندي وفاء في العهد علشان الناس تثق فيا وعلشان تستقر الحياه. فهو وصل الى هذا بمجرد عقله من حيث التجارب ومن حيث يعني ما يفهمه الناس من الحكمه. ولكن المسلم والمؤمن يفعل هذه الاشياء ديانة حتى ولو جرت عليه الضرر في الدنيا برضه يفعلها، لانه يفعلها ديانة لا لرغبه مصلحه الدنيا. فقلت بأبي انت وامي ما العقل القانع؟ قال الكف عن معاصي الله والحرص على طاعه الله. قال الاستاذ المعرفه على لسان العلماء هو العلم، يبقى هي مترادفتان على لسان العلماء، المعرفه والعلم سواء، المعرفه على لسان العلماء هو العلم. فكل علم معرفه، وكل معرفه علم، وكل عالم بالله عارف، وكل عارف عالم. وعند هؤلاء القوم اللي هم الصوفيه المعرفه تختلف، هي صفة من عرف الحق بأسمائه وصفاته. الحق سبحانه وتعالى ظهر في الكون بفعله وصفته، فالأكوان ما هي إلا مرايا لظهور صفات الله وأفعاله. كانت صفات الله وأفعاله غير معلومة لأنها كانت منبثة في الذات، لا خارج أصلا، كان الله لم يكن شيئا معه، لا هواء ولا ماء ولا شيء، فلم يكن لهذه الصفات منفذ للظهور. يسميها الصوفية مرحلة العماء، العماء حيث أنه لا يوجد من يبصر إلا الله سبحانه وتعالى. فأراد الله أن يخلق خلقا تظهر الصفات فيها والأفعال فيها، فتصير مرايا لظهور هذه الصفات، فتجلى الله في الأكوان ظهورا. ولولا ظهور الله في الأكوان ما ظهر، أي ظهور صفاته وظهور أفعاله. لولا أن الله خالق ما كان هناك مخلوق، لولا أن الله سبحانه وتعالى رازق ما كان هناك مرزوق، لولا أن الله قاهر ما كان هناك مقهور، وهكذا. فكل ما تراه، لولا أن الله رحيم ما كنت رأيت رحمة أم على ابنها، ولا شفقة أب على ابنه، ولا رحمة حتى حيوان لابنه. لولا أن الله سبحانه وتعالى ودود ما كنت تجد الود في الأكوان. لولا أن الله يؤنس الوحشان ما أنست أنت لأحد من الخلق. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر صفاته أنه ودود، وأنه يؤنس الوحشان، وأنه غفور، وأنه رحيم، وأنه رحمن، وأنه قاهر فوق عباده، وهكذا. كل ذلك عمل في الأكوان فظهرت صفات الله. فإذا نظرت إلى الأكوان نظرت إلى صفات الله، فكأنك نظرت إلى الله ظهرت فيه. بطن ذاتا وظهر صفاتا، بطن ذاتا وظهر صفاتا، لأنه هو الظاهر الباطن، الباطن بذاته الظاهر بصفاته سبحانه وتعالى. فهو باطن في ظهوره، ظاهر في بطونه، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، بغير اتصال ولا انفصال. وضربت لك مثال قبل ذلك، قلت لك أنت روحك وهي من عالم الأمر مخلوقة، لا تقول أنها بعيدة عن جسمك ولا تقول أنها قريبة من جسمك في آن واحد، لأن الإنسان إذا قطع من جسمه أعضاء روحه لا تتأثر، يفضل هو هو. اتقطعت رجليك حتى الاثنين، واتقطع ايديه الاثنين في حتى، تقول له انت اسمك ايه؟ يقول لك محمد عبد الله. ما نقص حاجه، هو ناقص في الظاهر بس، لكن هو هو فضل محمد عبد الله، ويشعر هو بكينونته كما هو انسان كامل كما هو. ليه؟ لان الروح لها علاقه بالجسد، ولكن الجسد ليس ضروريا لبقائه فقط. لكن هل تستطيع ان تقول ان الروح حلت في هذه الاجسام، الاجزاء التي قطعت فمات جزء منها؟ لم تحل، لكنها كانت قريبه منها ولا مش قريبه؟ قريبه، بدليل لو اردت في صباع رجله الصغير يقول لك ايوه، كانك اردت في مناخيره. يبقى الروح قريبه من كل شيء، منفصله عن كل شيء. قريبه ومنفصله، في ان واحد، في ان واحد، دون ان تحل، دون ان تحل. بدليل انها الروح وقت نومك بتنطلق حيث شاء الله في عالم الملكوت، والجسد ما زال متعلقا بها، وهي ايضا متعلقه بالجسد. يبقى اذا كانت الروح وهي مخلوقه فيها
القرب بغير اتصال ولا انفصال، وفيها البعد بغير اتصال ولا انفصال. اجتمع فيها القرب والبعد في آن واحد. فتتعجب لما اقول لك ان الله سبحانه وتعالى اقرب اليك من حبل الوريد، وهو في نفس الوقت ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، دون اتصال ولا انفصال ولا حلول. تستعجب، طب ما انت كده، ده انت كده ايها الانسان، روحك كده وهي مخلوقة. يبقى رب سبحانه وتعالى، وعلشان كده قال وفي انفسكم افلا تبصرون. يبقى اذا نظرت الى نفسك عرفت الله سبحانه وتعالى. من عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه بهذه الصورة عرف ربه سبحانه وتعالى. وعلشان كده المعرفة هي صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته. يبقى إذا نظرت للأكوان تستنتج أسماء الله وصفات الله. تجد في الأكوان من هو مقهور تعرف أن الله قاهر. تجد في الأكوان من هو مرحوم تعرف أن الله رحيم. تجد في الأكوان من هو مستغن فتعرف أن الله غني. تجد في الأكوان من عنده القدرة فتعرف أن الله قادر. تجد في الأكوان من عنده التدبير فتعرف أن الله مدبر. يبقى أنت بتعرف أسماء الله من خلال نظرتك في الأكوان. فإذا اتسعت نظرتك وشملت عرفت الله في كل شيء. ولذا يقول في الحكم العطائية في المناجاة: علمت أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء، أي في كل شيء خلقك، حتى لا أجهلك في شيء. فوجدتك ظاهرا في كل شيء. يا من استوى برحمانيتي على عرشك فصار العرش غيبا في رحمانيته، كما صارت العوالم غيبا في عرشك. محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. هذه معرفة العلماء العارفين بالله، فهم الأمر من أوله إلى آخره بنظرته إلى هذه الأمور. ولذا عرف الله في الأكوان، عرف الله في الأكوان سبحانه وتعالى. ولم يعرف الله بالأكوان، لا، الذي يعرف الله بالأكوان عالم، والذي يعرف الله في الأكوان عارف. فالعارف حتى لو اضمحلت الأكوان يظل كما هو يعرف ربه. فصار كالإناء لونه لون ما فيه، أي صار لا تدبير له بذاته ولا علم له بذاته ولا إرادة له بذاته، ففنى في مراد خالقه، فصار إناء لونه لونه ما فيه. وعلشان كده قالوا أن العارف هو كالإناء الزجاج، لونه لون ما فيه. فإذا كان فيه مراد الله تجد مراد الله فيه على طول، لأنه ليس له مراد مع مراد الله فبينافس، فيش خناقة، ما عندوش خناقة، هو جوه، هو مراده هو مراد الله، فصار لونه لون إنائه. فكلما كان الإنسان ثانيا في ربه سبحانه وتعالى كلما ظهرت التجليات واضحة فيه، حتى أنك تجد من الناس الكمل تجد الله سبحانه وتعالى يكون أظهر ما يكون صفات فيهم. ولذا قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هو الذات الكاملة والإنسان الكامل، أو تقول الإناء الكامل الذي ظهر الله فيه، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. الله، لأنه صفى من كل أدران البشرية، فصارت طاعة الرسول من طاعة الله، صار أمر الرسول هو أمر الله، صار رضا الرسول هو رضا الله، صارت مبايعة الرسول هي مبايعة الله، لأنه صار ما هو إلا مرآة انطبعت فيها صفات الله عز وجل على الوجه الأكمل لكمال صفاء هذه المرآة. لكن لما تجد أنت الصفات في مرايا الكون، ظاهرة أحيانا، مغبشة أحيانا، مشوهة أحيانا، فالعيب في المرآة، فالعيب في المرآة وليس العيب في المتجلي فيها. إذا نظرت أنت إلى صورتك في مرآة راقية رقيقة نقية تجد صورتك مطابقة، ولكن لو كانت مقعرة أو محدبة تجد صورتك مشوهة، وإذا وجدتها غير ثقيلة تجد صورتك سوداء أو خيال أو هباء، وإذا كانت مغبشة بالكامل لا تجد شيء فيها إلا مجرد أن شيء موجود. فكأن الله سبحانه وتعالى أدنى ما يظهر في الوجود بصفة الوجود أن الشيء موجود. لولا أن الله موجود ما كانش يبقى فيه شيء موجود، تجلى بالوجود حتى في الحدث.
فصار الحجر موجودا، ولكن لم يتجلى في الحجر بالإرادة، فصار الحجر موجودا بغير إرادة فلا يتحرك. فهمت؟ تجرد صفة الوجود في الحجر دون أن يكون هناك مثلا رحمة، فلا تجد أن في حجر يطبطب على حجر، ولا مثلا حجر يحن على حجر، مش كده برضه؟ لأنه تجرد في الوجود ده، ثم تدرج بعد ذلك في مرايا الأكوان، فظهر في بعض المخلوقات بالفعل، فتجد في أشياء يبقى ليها فعل، لأنه ظهر بالفعل فيها سبحانه وتعالى، ثم ظهر في بعض الأشياء بالإرادة، فصارت هذه الأشياء مريدة، ثم ظهر في بعض الأشياء بالتدبير، فصارت هذه الأشياء مدبرة، ثم تجلى أكمل ما يكون في الإنسان، وجعله خليفة في الأكوان، فكان صالحا لأن يكون مرايا يظهر الله صفات فيها سبحانه وتعالى على مراد الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فإذا دستها صارت مشوشة، لا يظهر فيها شيء، بل يصير كالأنعام بل هم أضل، وإذا رقيتها بالشرع الشريف صارت على أعلى ما تكون فكمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا أربعة، كملوا إزاي؟ يعني ترقوا من جميع أجران النقائص فصارت مراياتهم ثقيلة، فظهر الله سبحانه وتعالى فيهم هاديا مبشرا ونذيرا، فصاروا أولياء يهدون بهداية الله، يبشرون ببشارة الله، ينذرون بنظارة الله، يشفون الصدور بأمر الله، ويأخذون حوائج الخلق بخلق بأمر الله، هذا هو الأمر. وعلى شكل الحكاية سهلة، يبقى العارف ما هو إلا مراية من مرايا ظهور قدرة الله وصفات الله في الأكوان. المعرفة صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته، ثم صدق الله تعالى في معاملاته. يبقى لما يعرف الله يبقى لا يعامل إلا الله بقى، يبقى مش هيقول أنا اديت لفلان حاجة ما ادانيش، أنا فلان منعني وفلان ضرني وفلان نفعني، ده بقى له شركاء متشاكسون، إنما الثاني رجلا سلما لرجل، يعرف أن الذي منعه هو الله، والذي أعطاه هو الله، والذي قهره هو الله، والذي شفاه هو الله، فلا فعل للخلق إلا بفعل الله فيها فاستراح، فصار يتعامل مع الله في كل الأكوان، يبقى قاعد بيعامل زوجته وهو مش بيعامل زوجته، ده بيعامل الله، بيعامل المريض وهو مش بيعامل المريض، ده بيعامل الله، بيعامل الجائع وهو مش بيعامل الجائع، ده بيعامل الله، بيعامل العاري ويكفيه لكن مش ما يقصدش العاري، ده يقصد الله. وعشان كده فهمت معنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي، يا عبدي لقد مرضت ولم تعدني، قال كيف تمرض وانت رب العالمين، كيف اعودك وانت رب العالمين، قال اما علمت ان عبدي فلان مرض، اما لو عدته لوجدتني عنده. يبقى انت بتروح تعود المريض كانك انت بتعامل ربك، لأنه تجلت مرايا الصفات في جسد المريض، فصار المرض عيب في المرآة لا عيب في المتجلي، فذهبت تستر هذا العيب ليكمل ظهور المتجلي، فكأنك عدت ربه. فهمت المعنى؟ لقد جعت ولم تطعمني، مش كده برضه؟ لقد كان عبدي فلان جائع، اما لو اطعمته لوجدتني عنده. فهمت؟ اي انك عليك ايها المسلم ان تتعامل مع الاكوان انها مرايا لله، فعليك ان تمسح ما بها من غبش حتى يتجلى الله فيها، فتتعامل مع الله في كل شيء، فتراه ظاهرا في كل شيء، حتى لا يغيب عنك في شيء. فان كان في الاكوان بعض النقص فالنقص في نظرتك انت، ولكن الكمال لله عز وجل. فمن كان من نقص فهو مني، يعني العيب من مرآتي، ومن كان من كمال فهو منك يا الله. ثم صدق الله تعالى في معاملاته، فصار يتعامل مع الأشياء كلها أنها من الله وبالله وإلى الله. ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وآفاته، يبقى تبرأ عن كل شيء دنيء، لأنه يغبش مرآة قلبه فلا يتجلى المتجلي فيها على الصورة الكاملة لوجود هذا الغبش والرداءة فيها، فصار ينقي رداءة طبعه وشهواته ومراداته على مراد الشرع الشريف. وكان الأولى طبعا يجب الأول، لأن التنقية قبل الصدق، لأن التخلي قبل التحلي،
ولكن على اي حال الواو هنا عاطفة والعطف لا يقتضي الترتيب. ثم تنقى عن اخلاقه الرديئة وافاته ثم طال بالباب وقوفه، يعني يقف على باب مولاه منتظر ان يفتح له، ودام بالقلب اعتكافه وعكف القلب على حضرة مولاه. يبقى وقف الجسد على باب مولاه طائعا، ووقف القلب على حضرة مولاه مذعنا ساجدا، فحظي من الله تعالى بجميل إقباله، فأقبل الله عليه ظهورا وأقبل على الله عليه تجليا، لأنه وجده صالحا لظهور التجلي على الصورة التي تماثل إنائه. وصدق الله في جميع أحواله، وانقطع عنه هواجس نفسه، لأنه ما بقاش لنفسه بقى هواجس، صار بالله عبدا ربانيا، مراده هو مراد الله، ما ليس له مراد، خرج من اختياره إلى اختيار الله. زي ما قال سيدنا أبو الحسن السازولي: إذا اخترت فاختر ألا تختار، وفر من المختار إلى من يخلق ما يشاء ويختار. كلام سيدنا أبو الحسن. وانقطع عنه هواجس نفسه ولم يصغ بقلبه الى خاطر يدعوه الى غيره، ما بقاش عنده خواطر تدعوه الى غير مراد ربه، فما بقاش قلبه مصغيا الا لكلام ربه، الا لمراد ربه. فاذا صار من الخلق اجنبيا، يعني صار مجانبا اهتمامات الخلق لانه مع الخالق، ومن افات نفسه بريا، اي تبرأ من افات نفسه، ومن المساكنات والملاحظات نقيا. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان القلب ايه؟ مرآه تصدى وجلاؤها ذكر الله، جلاؤها. يبقى التشبيه المرايه دي ما هو وصف جاي من السنه يعني، مش من عندنا يعني. ودام في السر مع الله تعالى مناجاته، السر يعني القلب بعدما تخلص من تقلباته. لان هو سمي القلب ليه؟ لان القلب ليه عينتين، عين على ربه وعين على الجسد، فكل شويه تقلب، عين للايه؟ للترقي وعين للتدني، فصار متقلبا. لما تنقى من اضران نفسه ومن صفاته الذميمه، اصبحت ليس له الا عين واحده على ربه فقط، لانه ليست له اضران، فصار في دوام مناجاه ربه في السر، فارتقى القلب من القلب الى الروح فصارت سرا. ما بقاش قلب لانه ما بقاش متقلب بقى، ليست له نظره دنيه. ودام في السر مع الله تعالى مناجاته، فصار يناجي ربه في كل لحظه، حتى لو غفل عن المناجاه نظر وجد نفسه بيناجي. لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي. فهمت بقى المعنى؟ يبقى ده كلام واحد بيناجي بسره، حتى لو لم يذكر يجد نفسه بيذكر. يعني يبقى قاعد مشغول في حاجه في امور الدنيا، وبعدين وهو مشغول في الحاجه دي يبص في قلبه يلاقي ما فيش في قلبه الا الله. ادي معنى بفكر فيك وانا ناسي، يعني جسدي مشغول في الظاهر وقلبي معك في الباطن، فما يقدرش يفطم نفسه عن المناجاه. ادي معنى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول: تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي، صلى الله عليه واله وسلم. الوارث المحمدي جارس نوع من هذا، نوع من هذا المعنى. طبعا مش هيبقى في كمال حتى سيدنا رسول الله، لكن هيبقى عنده نوع من الوراثه. وحق في كل لحظه، وحق في كل لحظه اليه رجوعه، وصار محدثا يعني ملهما من قبل الحق سبحانه، اللي هو الرسول قال: اتق فراسه المؤمن فانه يرى بنور الله. فيصبح ملهم. شوف سيدنا عمر كان ليه موافقات وسط القران كثيره. شوف سيدنا ابو بكر الصديق وهو على فراش موته بيقول لستنا عائشه لانه كان عايز يوهبها حاجه معينه وبعدين غير رايه. فبتساله ستنا عائشه وعلى فراش موته، قال: انما هما اختاك واخواك. ما كانش ليها لسه اختين، كانت ستنا اسماء بس هي اخت واحده. اتضح ان زوجته الاخيره كانت حامل، ولما مات وضعت انثى، فبقوا اختاك واخواتك زي ما قال الهموا ربنا كده. يبقى بيبقوا ملهمين، ما كانش عندهم لسه سونار ولا ايه، ولا يقول له اللي جوه، حتى السونار بيخطئ يعني، حتى ساعه السونار يخطئ.
يقولوا لها مبروك انت حبيبي بنت وتطلع تجيب ولد. بتحصل كتير. لكن الملهم بقى مع الله لا حاجه تانية، لانه ايه بيجي له خاطر من الله، والله سبحانه وتعالى عنده العلم الحقيقي. وصار محدثا من قبل الحق سبحانه بتعريف اسراره فيما يجريه من تصاريف اقداره، ويسمى عند ذلك عارفا، وتسمى هذه الحاله معرفه. يبقى الحاله ايه بقى؟ تسمى معرفه. وبالجمله فبمقدار اجنبيته عن نفسه، بمقدار يعني بعده عن مرادات نفسه وانشغاله بمرادات شهواته، تحصل معرفته برب. يبقى كلما، وعشان كده رب سبحانه وتعالى اراد ان يتعرف عليك وان تتعرف عليه، فكلفك بالشرع الشريف فيه من التكاليف الصعبه عن نفسك علشان تترقى عن نفسك، تترك نفسك شويه، لانما كلما تركت نفسك اقتربت من ربك. يبقى ربك هو اللي قريب منك في كل لحظه، انت اللي بعيد لنفسك. فاذا تركت نفسك وجدت ربك. فمكلفك التكاليف الشرعيه. يقول لك في عز النوم الحلو تسمع اذان الفجر، قوم انصر نفسك وقوم صلي. ما تنامش علشان تترك مرادات نفسك، تتعود. يجي شهر في السنه ما تاكلش بالنهار وكل بالليل بس. يقول لك اما حد يشتمك، انت عايز اما حد يشتمك تشتمه، واما حد يضربك تضربه، واللي يرشك بالميه ترشه بالدم، عشان انت منتقم جبار. ما هو برضه عندك سبق الانتقام الجبار فيك، خلقها فيك برضه، ما هو منتقم جبار سبحانه وانت من خلقه، فعندك انت صفة المنتقم الجبار، لكن انت هنا عايز تظهرها لنفسك مش لربك. يقوم ايه يقول لك لا، اللي يضربك اعفو عنه واحسن اليه وادعي له، علشان بعد كده ترتقي. بعد كده لما ترتقي تماما تلاقي نفسك بتعاقب بالله مش بتعاقب لنفسك. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم عاش حياته لم يضرب خادما قط، ولم يضرب امراه قط، الا ان يجاهد في سبيل الله. يبقى النبي كان منتقم جبار برضه بس في سبيل الله. وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت فيه كل الصفات كامله صلى الله عليه وسلم، بس ربنا سبحانه وتعالى جعلها فيه موظفه على مراد الله، فظهر الله فيه في كل شيء. فهمت؟ يريد منك هذا، انك انت تترك نفسك اليه فيصرفها على مراده، فتظهر صفات الله فيه. يظهر صفة الرحمة عند مراده الرحمة، تظهر صفة العزة عند مراده العزة، تظهر صفة الود عند إرادة الود، تظهر صفة الجبر عند مراد الجبر، تظهر صفة القهر عند مراد القهر، تظهر صفة الكبر عند مراد الكبر. حتى الكبر، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف أحد الصحابة ماشي في المعركة مشية المتكبرين الخيلاء، فقال له إيه؟ قال له إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. يبقى ربنا ارادها ان الانسان يظهر متكبر بس على اعداء الله. يبقى في الموطن ده بس. يبقى انت في الموطن ده بس اللي بيظهر الكبر هو الله مش انت. انت مش متكبر، فهمت؟ يبقى ادي المساله، انك انت بمقدار اجنبيتك عن نفسك اي بعدك عن نفسك يظهر مراد الله فيك، فتتجد الصفات كلها تنتظر في وقتها. الرحمه يجي وقتها تلاقيها ظهرت. الود يجي وقته يلاقيه ظهر، القهر يجي وقته يلاقيه ظهر، الغضب يجي وقته تلاقيه ظهر، الشفقه ياتي وقتها تلاقيها ظهرت، العفو ياتي وقته تلاقيه ظهر. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل احواله، من اراد ان يرى ذلك كله فليدرس صيغه النبي في كل احواله. تشوف بقى ازاي النبي كان في وقت يعفو، وازاي كان في وقت يامر بالقتل. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قلبه يسعى لاكوان رحمه، وفي قلبه يضيق قلبه عن بعض الناس فيامر بقتلهم. ويدعو عليه وهو الرحمه. فهمت ازاي تتم الحاجات دي كلها؟ ليست تناقضات، لكن هو مراد الله يظهر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى كما انه غفور رحيم شديد العقاب، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم له صور شديد العقاب ولا صور غفور رحيم، له في بعض الصور هذا وفي بعض الصور. وقد تكلم المشايخ في المعرفه، فكل نطق بما وقع له واشار الى ما وجده في وقته. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول: من امارات المعرفه بالله حصول الهيبه من الله، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبه. العالم مقامه الخوف والرجاء، لكن العارف مقامه الهيبه والانس. مكان الخوف هيبه ومكان الرجاء انس. يبقى في فرق بين العالم والعارف. العالم مقامه الخوف والرجاء، والعالم مقامه الهيبة والأنس.
من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة من الله، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. وسمعته يقول: المعرفة توجب السكينة في القلب كما أن العلم يوجب السكون. يبقى المعرفة توجب السكينة للقلب لأن المعرفة محلها القلب، والعلم محل الاثنين القلب والجواب. والعلم يوجب السكون، فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أحمد بن محمد بن زيد يقول: سمعت الشبلي يقول: ليس لعارف علاقة. علاقة يعني إيه؟ يعني شهوة. يعني العارف مالوش شهوة ولا رغبة، هو رغبته هو مراد مولاه قبل أن يعرف مراد ربه. هذه معنى ليس له حظ، يعني هو نفسه مالوش حظ في نفسه، فيغضب بغضب الله، يفرح بالله، يحزن بالله، يصل بالله، يقطع بالله، كله بالله لا لحظ نفسه. سيدنا علي بن ابي طالب لما كان بيقاتل واحد في المعركه، فبعد ما الراجل وقع قدامه خلاص هيقتله، راح تفل في وجه سيدنا علي. ده انت من باب اول بقى تروح تخلص عليه، ده الراجل تف في وشه. لو كنت بتقتله من اجل نفسك، من اجل غضب نفسك، لكن سيدنا علي عشان تعرف امام الاولياء سيدنا علي راح ايه؟ رفع سيفه. تعجبوا الناس. يبقى بيراقب نفسه حتى في اللحظة العنيفة دي، لحظة المبارزة دي. يبقى فما بالك بقى وهو في هدوء، يبقى ايه؟ لما هو في اللحظة دي بيراقب ربه، يبقى حالته ايه بقى؟ في حال الهدوء. دليل ان قلبه في سكينة. لأن الحركة في المعركة حركة ايه؟ جوارح. لكن قلبه في سكينة. فلما الراجل تفل في البصر وهو عمل ايه؟ قبر السيف عنه. فقالوا: لما فعلت ذلك يا امام؟ قال: كنت اقتله لله انا وقد بصق في وجهي، خفت ان اقتله غضبا لنفسي. لا حظ له، لا علاقة له. ادي معنى الكلام. يبقى الصحابة عاشوا المعاني دي، بس ما كانوش عندهم وقت يعبروا عنها، علشان كانوا مشغولين بنشر الدعوة وبنشر الدين وبالقتال في سبيل الله. وبعدين بعد 200 سنة لما الدنيا هديت ابتدى العلماء يوصفوا الحاجات. بس ده احسن فينا تقول لك هو التصوف دول متصوف بيقولوا حاجة الصحابة ما حصل. لا، ده الصحابة كانوا متحققين بيها عايشينها، بس ما كانش عندهم وقت يدونوها. لكن انظر كده لسيرتهم تجد كل المعاني دي كانت فيها. ليس لعارف علاقة، يعني حظ، ولا لمحب شكوى. شوف النبي كان بيربيهم كده. راجل بيقاتل قتال شديد، قتل من المسلمين اعداد ضخمة في معركة من المعارك. سيدنا أسامة بن زيد فضل وراه عايز يخلص منه، قتل من المسلمين عشرات. فراح سيدنا أسامة بن زيد حصلوا في حته وهيقتله، قام قال له: اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. مديله كمل عليه، قال ده قالها متعودا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ كنت تمسك نفسك، انت هنا مش بتقتله حميه علشان قتل صحابك وحبايبك، لا، انت بتقتله لله. طالما قال اشهد ان محمد رسول الله يبقى ربنا قال لك ارفع ايدك عني، لكن نفسك قالت لك اقتله علشان بتقتله حميه، يبقى في اللحظه انت قتلت حميه. حميه لانه قتل اصدقائك واحبابك والمسلمين. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: اقتلته بعدما قالها؟ وكيف تذهب من لا اله الا الله؟ وصار يكررها حتى ان سيدنا اسامه بيقول: وجدت اني اسلمت بعدها، عشان ربنا يغفر لي، لان الاسلام يهدي المكان قبل. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابه على المعاني دي، رباهم على هذه المعاني، ان ما يبقاش له علاقه ولا حظ في نفسه. يبقى لله فقط. من كانت هجرته لله ولرسوله هجرة الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ليس لعارف علاقة ولا لمحب شكوى. اللي يحب يشتكي من حبيبه، المصريين يقولوا ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، والمغاربة يقولوا الجمرة من إيد الحبيب تمرة. مش كده؟ فما يشتكيش. الام اللي هي بتحب ابنها وابنها عيان بقاله شهر قاعده سهرانه جنبه، تشتكي منه؟ لا، لانها بتحبه، لانها بتحبه وتتمنى له يخف، ولو هي ما تنامش مش مشكله، حتى يبقى مثلا يعني اعزكم الله بيعمل على روحه وعلى قلبها احلى من العسل، تغير له وتبقى مبسوطه وتقوم بعد كده تغسل ايدها وتاكل ولا كانها عملت حاجه. ليه؟ لانها بتحبه. فليس لمحب شكوى. فاللي بيحب ربه هيشتكي مين؟ هيشتكي مين لمين؟
فأين تذهبون؟ قل إن الأمر كله لله. أي سكنين لمين؟ ولا لمحب شكوى ولا لعبد دعوة. العبد يملك شيء مع سيده؟ أقول دي بتاعتي ودي أنا اللي عملتها ودي أنا اللي كان عايزها ودي أنا اللي بحبها، ليه يا ملكية يا نسبة للعبد ده؟ كل حاجة هو وما يملك لي سيده. أدي معنى وليس لعبد دعوة ولا لخائف قرار، والخائف من ربه قراره هو ربه، ففروا إلى الله. إنما الخائف من غير الله ملوش قرار، خلاص هيفر منين؟ كل ما يفر حتة يفضل خوفه معاه. ولا لأحد من الله فرار، فأين تذهبون؟ رب بيقول حفرت روحين، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وسمعته يقول سمعته سمعت الشبلي يقول وقد سئل عن المعرفة فقال أولها الله تعالى. أول المعرفة إنك تعرف ربك، وآخرها ما لا نهاية له من التجليات. بقى قل رب زدني علما، أعلم الخلق يقول زدني علما، أعلم الخلق لسه محتاج يزداد علم. هم اللي انت هتروح فين وانت في ليل القائمة يا مسكين؟ يبقى ما لا نهاية له من التجليات والمعارف. يبقى بس انت خليك مع الله وانت هتتفتح فيك جميع اسرار الحكم التي لا نهاية لها ولا يعلم مداها الا الله. وسمعته يقول سمعت ابي يقول سمعت ابا العباس الدينوري يقول قال ابو حفص مذ عرفت الله تعالى ما دخل قلبي حق ولا باطل. خد بالك الحتة دي فيها ازمة، حتى سيدنا عبد الكريم القشيري قال كلامه ده فيه ازمة عايزين نحله. ما هو الاولياء ساعات يقولوا كلام فيه ازمة علشان يقلق عقلك، علشان يخليك تقعد تفكر، وعلشان كمان يخبي حال نفسه، وعلشان يخلي الناس المتسرعه يسيئوا الظن بيهم يبعدوا عنه ويستريح منهم. يبقى ليهم فوائد كتيره بالكلام ده. ما هو مش عايز يقول كلام كده سهل وخلاص كل الناس تقول ايه ده العلامه دي، الناس تتلم عليه زي النمل الجلوب. لا، هو يقول كلمه كده تقوم ناس تسيء الظن بيه وتبعد عنه، وناس ما تفهموش يقول لك يا عم ده الراجل بيقول كلام مش مفهوم، وقليل جدا من الناس اللي تحاول تفهمه وهم دول اللي ينتفعوا بيه فلا ينشغل بسوى الله. كان هدفكم كده. فالمهم يقول ايه؟ ما دخل قلبي حق ولا باطل. لان هنا بيقول قلبي، واحنا عارفين ان ليس لعبد نسبة مع مولاه، مش كده برضو؟ مش قايل ليس لعبد دعوة؟ هل قلبه هو يملكه؟ طالما قلبه صار عارفا بالله صار ملكا لمولاه، فلا يدخل فيه حق ولا باطل الا باذن مولاه. سهلة، لانه صار هو المصرف في قلبه، فكأن قلبه صار عرشا لربه يدبر فيه امره. فهمت المعنى؟ هذا ما ظهر لي في هذا المعنى، وان كان الاستاذ عبد الكريم القشيري شرحها بمعنى اخر. بيقول ايه؟ قال الاستاذ ابو القاسم اللي هو عبد الكريم القشيري، وهذا الذي اطلقه ابو حفص فيه طرف من الاشكال. يعني في اشكال، ازاي قلبه ما يخشوش حق ولا باطل؟ يعني بقى خلاص مش مميز بالحق والباطل يعني؟ ما يجي لك الجماعه الوهابيه يوم بقى يقول لك هنا الاولياء بيقول لك مش مميزين بالحق والباطل، دول جهله. اللي يجي يقرا بسرعه كده هيبقى عنده اشكال في المعنى ده. واجل لما يحتمله، يعني هو عايز يقول لك بقى اجل ما يحتمله هذا اللفظ على فهم سيدنا عبد الكريم القشيري، ان عند القوم المعرفه توجب غيبه العبد عن نفسه لاستلاء ذكر الحق سبحانه عليه، فلا يشهد غير الله عز وجل ولا يرجع الى غيره. فكما ان العقل يرجع الى قلبه وتفكره وتذكره فيما يسمح له من امر او يستقبله من حال، فالعارف رجوعه الى ربه لا الى عقله. فهمت المعنى؟ كلامه واضح، وان كان الكلمه اللي قلتها لك انت اللي قلتها لك في الاول اوضح للفارق في العصر ده، ان هو كان بيكلم ناس العصر بتاعهم كان يناسبهم العباره الطويله، واحنا عصر السندوتشات عايزين عباره قصيره نفهمها ونجري. عصر الريموت كنترول تتك على الزر يحصل كل حاجه كانك مروح، مش عايز بقى تقعد تتكلم كتير. فعصر السندوتشات
يقرا العقل اللي بايه بتاع الناس بتوع زمان، يقعد كده يشرح له العباره الثلاث اربع صفحات. في الاخر الناس يقول لك اختصر يا اخي، قول اللي انت عايزه يا اخي كلمتين وخلصت كده هتنسيني. مش ده اللي هيحصل؟ فيبقى احنا اصل الاختصار. يعني نقول ايه بقى في الاختصار؟ اي قال مذ عرفت الله تعالى ما دخل قلبي حق ولا باطل الا باذن ربي مدبر امر، لان ليس لي حظ في قلبي، صار قلبي خالصا لمولاي، يدخل فيه ما يشاء ويخرج منه ما يشاء سبحانه وتعالى، فصرت كالوعاء يفرغ فيه مراده وليس لي اصلا مراد. خلاص، فاذا لم يكن مشتغلا الا بربه لم يكن راجعا الى قلبه، وكيف يدخل المعنى قلب من لا قلب له؟ هو ملوش قلب، هو يعني بنفسه بيحركه وماشي وراه، ده ما بقاش لي قلب، قلبه بقى ملك مولاه. وفرق بين من عاش بقلبه ومن وبين من عاش بربه عز وجل. وسئل ابو يزيد عن المعرفه فقال ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. ان الملوك ربك ملك الملوك اذا دخل قريه وهي قلب العبد خلاص يفسد كل ما كان يشغله عنه، فما يبقاش فيها الا الملك سبحانه وتعالى. وجعلوا اعزه اهلها اذله، بدل ما كان كل شويه يقول انا انا بقى يقول ربي ربي، ما بقاش في عزه الا لله بقى. بدل ما كان بيقول انا وربي بيقول ربي بس مش انا. جعلوا اعزة اهلها اذلة فلا انا. فهمت؟ وقال الاستاذ هذا معنى ما اشار اليه ابو حفص. وقال ابو يزيد للخلق احوال ولا حل العارف. طبعا، لانه محيت رسومه وفنيت هويته بهوية غيره وغيبت اثاره باثار غيره. الخلق بتتقلب عليهم الاحوال، انما العارف، العارف ملوش حال. يعني ايه ملوش حال؟ يعني حاله هو مراد ربه في ظهوره، في كل لحظة العارف في شأن، كما ان الله في كل لحظة هو في شأن، فحال العارف في كل لحظة هو في شأن من شؤون ربه. اراد اظهار الرحمة اظهرها، اراد اظهار العقاب اظهره، اراد اظهار الهداية هداهم، اراد اظهار الشبهة يشبههم، لان الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويرضاه. فاذا اراد ان يشبه على قوم جعل العارف يفعل اشياء مشتركه حتى يشبه على الناس، واذا اراد ان يهدي قوم جعل العارف يفعل اشياء فيها كمال الهدايه، فيهدي به من يشاء ويضل به من يشاء، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. فصار مراد لا يخلف قلبه كيف شاء، وعشان كده ملوش حال معين. تيجي تقابله النهارده تلاقيه في حال، بعد لحظه تلاقيه في حال، بعد لحظه تلاقيه في حال، كل يوم هو في شان سبحانه، يظهر هذا الشان في كل لحظه في قلوب أوليائه لبيان كمال مراداته وتوالي أفعاله سبحانه وتعالى، حتى لا تركن إلى فعل دون فعل ولا إلى صفة دون صفة، فتركن لمولاه لا إلى صفة دون صفة ولا إلى فعل دون فعل. عايز يقلقك ربك، عايز يقلقك عشان ما تركنش الحاجة، عايزك تركن لله بس. يوم يقلقك في وسط النعمة يقلقك بفقدانها، يقلقك بتنغصها، علشان كمان ما تركنش للنعمه فتنسى المنعم بالنعمه كده برضو. وقال الوسطي لا تصح المعرفه وفي العبد استغناء بالله وافتقار اليه. لا تصح المعرفه وفي العبد استغناء بالله وافتقار اليه، ده حاجه حلوه قوي، مستغني بالله ومفتقر اليه، ده يبقى مش عارف، ده يبقى لسه، ده يبقى لسه ثالث مريد لكن مش عارف، لانه هو مستشعر له، ما زال له شعور بالغنى والفقر. اما العارف فلا شعور له اصلا، خرج من شعوره الى مولاه. فاهم؟ يبقى الثالث له شعور بالغنى بمولاه والفقر الى مولاه، لا ما زال له شعور. اما العارف لا، ده عدى بقى، لا شعور له اصلا، لا ادراك له اصلا، الا ما يريد مولاه ان يجعله يدركه، فهو يدرك بالله لا بشعوره. فاهم؟ وعلشان كده بيقول لا تصح المعرفه وفي العبد استغناء بالله وافتقار اليه. مع ان الاستغناء بالله والافتقار اليه حاجه عاليه، لكن كل حاجه عاليه في اللي اعلى منها، كل حاجه عاليه في اللي اعلى منها، وفوق كل ذي علم عليم. قال الاستاذ اراد الوسطي بهذا
أن الافتقار والاستغناء من أمارات صحو العبد وبقاء رسومه، لأنهما من صفاته، يعني صفات العبد. والعارف محو في معروفه، فهمت ازاي؟ ترى محو في معروفه وهو الله. انت تنفع تبقى حاجه مع الله؟ ده انت يا اخي لما بتيجي تقعد جنب ملك من الملوك تقول له احنا هنبقى ايه جنبك؟ ده انت اول ما بتظهر بتمسحنا. ده في ملك من ملوك الدنيا، امال ملك الدنيا والاخره ملك الموت ايه؟ اذا كنت انت لما بتجد واحد كده عالم وعنده سلطان وعنده اموال وعنده علم وصلاح، اول ما تقعد جنبه كانك ولا حاجه، مش كده؟ تشعر انك انت ممسوح ولا حاجه، مش كده برضو؟ ده احنا من غيرك ولا حاجه، ده عملوها اغنيه، مش كده برضو؟ يبقى يعني اذا كان المساله كده مع المخلوق فما بالك بقى بالخالق؟ فهمت بقى المساله؟ علشان كده العارف محو في ذاته، ملوش بقى يقول انا عندي استغناء بالله وانا عندي افتقار الى الله. عندك ايه وانت عندك حاجه؟ عندك ايه انت؟ انت تملك شيء يا عبد؟ فهمت ازاي؟ من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى؟ اذا كان حقائقك دعاوى لانك لا تملكها بذاتك، فكيف لا تكون دعويك دعاوى؟ من باب اولى. ادي معنى الكلام. والعارف محو في معروفه، فكيف يصح له ذلك وهو لاستهلاكه في وجوده او لاستغراقه في شهوده ان لم يبلغ الوجود مختطفا احساسه. يعني ان لم يرد الى وجوده واحساسه فهو مختطفا احساسه. بكل وصف هو له، بكل وصف هو لله سبحانه وتعالى، يظهر فيه ما يشاء وقت ما شاء. يريد ان يظهر فيك الضعف يظهرك ضعيف، يريد ان يظهر فيك الذله يظهرك ذليل، يريد ان يظهر فيك العزه يظهرك عزيز. يظهر فيك ما يشاء، فانت الاناء الذي يريد الله سبحانه وتعالى ان يفرغ فيه ما اراد. والاناء ليه رغبه، تيجي تحط في الكوبايه في البيت شربات تقول لك لا احط لي شوربه، تيجي تحط لها شوربه تقول لك لا احط لي مانجا. هي ليها اراده الكوبايه دي؟ هتضايقك كل شويه تزعجك، كل ما تحط فيها حاجه تقعد تنكسر، هتعمل فيها ايه؟ اكسرها واخلص منها. وهات واحده ثانيه خالصه ليست لها دعاوى. تقوم تظهر فيها مرادك. تقوم تظهر فيها مرادك والا هتبقى منكسر. فهمت ازاي؟ ولهذا قال الواسطي ايضا من عرف الله تعالى انقطع بل خرس وانقمع. قال صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هذه صفات الذين بعد مرماهم، فاما من نزلوا عن هذا الحد فقد تكلموا في المعرفه واكثروا. اخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا ابو جعفر محمد بن احمد بن سعيد الرازي قال حدثنا عياش بن حمزه قال سمعت احمد بن ابي الحوار قال سمعت احمد بن عاصم الانصاري يقول من كان بالله اعرف كان له اخوه. يعني كلما ازدادت المعرفه ازداد الخوف من الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم من عرف الله تعالى تبرم بالبقاء وضاقت عليه الدنيا بسعتها، اللي هي نفسه يعني الدنيا اللي هي نفسه، وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا لهم من الله الا اليه، ان لا ملجا من الله الا اليه، ثم تاب عليهم ليتوب. يبقى تبرم بالبقاء مع نفسه فاراد ان يخرج من نفسه الى مولاه. من عرف الله تعالى تبرم بالبقاء اي مع نفسه ومع مراداتها، واراد ان يفر الى مرادات مولاه. وضاقت عليه الدنيا بسعتها اللي هي نفسه اللي هي جسده، فاراد يريد ان ينطلق، تنطلق روحه الى مولاه. وقيل من عرف الله طفا له العيش وطابت له الحياه وهداه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وانس بالله تعالى. طبعا طفا له العيش كله لانه من الله، مش هيبقى الان عن حاجه خالص. انت الان عن رزقك على رزقك؟ طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك رزقك لا يفوتك كأجلك لا يفوتك. الأجل بتاعك هيفوتك؟ معقول؟ كل مسلم مقتنع تماما ويكاد يحلف وممكن يحلف كمان وهو صادق إن أجله مش هيفوت، يبقى أحلف كمان إن رزقك مش هيفوت. لو كان أجلك يفوتك يبقى رزقك يفوت. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية إذا ركبت البرق سبقك رزقك. يعني رزقك هيركب حاجه تطلع من البرد عشان يستناك هناك. يبقى انت الان ليه بقى خايف من هم الرزق؟ ليه بقى؟ تريح بقى، قاعد طول النهار قاعد تفكر عايز تبقى غني 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 غني، خلي الغني بالله، استريح. انت الوقت غني،
انت الوقت غني بس انت مش واخد بالك. انت عايز تبقى غني يعني معاك اموال؟ طب ما ناس كتير معاها اموال ولا تشكر الكثير، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، مش عايز كده صلى الله عليه وسلم؟ قال ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير في الحديث كده صلى الله عليه واله وسلم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كان الله تجلى في الناس فنفعك بالناس، فمن لا يشكر الناس اللي ربنا قادر ان نفع لاجلهم يبقى ما شكرتش الله. وعشان كده قال لك تشكر ايه؟ تشكر لنبيك وتحبه وتبقى عندك ولاء ليه لانه هو سيد الناس، لانه هو الذي هداك وعلمك واخذ بيدك واستغفر لك قبل ان تولد واستغفر لك بعد ان ولدت، وما زال في قبره مشغول بك ومنتظرك يوم القيامه علشان يشفع فيك وياخذ من ايدك يدخلك الجنه ويقعدك كمان في المقامات، وكل ما تقف في حته يقول لك مستريح هنا ولا ارفع درجتك، تقول له لا ارفع درجتي يا رسول الله ارفع راسك، يعني مشغول بك في كل الاحوال. يبقى ده من لا يشكر رسول الله يبقى لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، واولى الخلق شكرا من الناس ورسول الله كده برضو. وبعد كده يبقى الاب والام، وعشان كده ايه بر الوالدين امر مطلوب من الدين من الديانه، لان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وبعدين المعلم اللي علمك والاستاذ اللي فهمك والطبيب اللي عالجك وجارك اللي لما تيجي تزعق ولا حاجه يجرى لك حاجه تلاقيه واقف جنبك، كل دول مأمور بالإحسان إليهم، كل دول مأمور بالإحسان إليهم، لأن كل دي أيادي لله حولك يؤنسك بهم ويقضي حوائجك بهم. أنت ما أنت قاعد أهو هنا أهو قاعد تسمع الدرس، وبعد شوية هتجوع هتطلع تلاقي العيش مخبوز، مين اللي خرجهولك؟ مش أيادي الناس؟ وأيادي الناس دي ما هو فعل الله؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى الواحد على طول كده يعرف كده، يعرف إنك أنت بتتعامل مع الله في الناس، مش بتتعامل مع الناس في الله. ادي الفرق بين العالم والولي. الولي بيتعامل مع الله في الناس، الله الاول، والعالم بيتعامل مع الناس في الله. فرق كبير، والاثنين نبيين، بس واحد من المقربين والثاني من اصحاب اليمين، ولك ان تختار. وفر من المختار الى ما يخلق ما يشاء ويختار، يعني ارضى بقضائك لربك، لان ربنا جعل لكل انسان قدر، سوابق الهمم لا تخلق اسوار القدر. وقيل من عرف الله زاد عنه رغبة الاشياء وكان بلا فصل ولا وصف، يعني ما تفرقش مع حاجة بقى، يقول لك خلاص ما تفرقش مع حاجة لانه عارف ربك. من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد فقد كل شيء. لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا، مش كده بيقولوا كده برضه؟ طيب. وقيل المعرفه توجب الحياء والتعظيم، طبعا، كما ان التوحيد يوجب الرضا والتسليم. يبقى التوحيد ان تعلم ان الفاعل واحد يوجب لك الرضا والتسليم، لكن المعرفه توجب لك الحياء من الله، لان علمت انه ما بكم من نعمه فمن الله، فتستحي ان تبارزه بنعمه فتعطى بنعمه فتستحي منه، ثم تعظمه سبحانه وتعالى لانه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون، فتخاف الثانية تعمده عنه بعدما رايت يعني توالي نعمه عليك، فتستحيت ان تعصاه بها، تخاف وتعظمه مخافه ان يقطع مدده عنك. وقال رويم المعرفه للعارف مرآه اذا نظر فيها تجلى له مولاه، تجلى له مولاه صفات وافعال لا ذات، ايها الوهاب الذي تظن بالاولياء ما لا يليق، هم لا يكتبوا تحت حلول. وقال ذو النون المصري ركضت ارواح الانبياء في ميدان المعرفه، كان ده في علم الله، يعني لما خلق الله الارواح، الارواح خلقها تتسابق في معرفه مولاها، فاللي سبقتها الروح اللي سبقت الكل هي روح سيدنا رسول الله، سبقت الكل. ركضت ارواح الانبياء في ميدان المعرفه، فسبقت روح نبينا صلى الله عليه وسلم ارواح الانبياء عليهم السلام الى روضه الوصال، فصار اعرف الخلق واعلم الخلق واحب الخلق واكمل الخلق صلى الله عليه واله وسلم، فالحمد لله الذي نسبنا اليه. وقال ذو النون المصري معاشره العارف كمعاشره الله تعالى،
يحتملك ويحلم عنك تخلقا بأخلاق الله. العارف لما تعيش معاه غير العالم. العالم لما تعيش معاه تلاقيه كل شويه يشكر فيك ويضايقك ويقرفك ويهزقك كده عارف، والعالم اصله عايز احترام لك ولا ايه ده. انما العارف بالله بقى لا يحلم عنك، تغلط ولا بتاع يبص لك كده ويبتسم، يعفو عنك ويعفو عن كثير، هو ربك يعفو عن كثير. العارف بالله انطبعت عليه هذه الصفات ليعفو عن كثير ويديك بلا انتظار، مش منتظر منك انك انت ترد له حاجه، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالعارف فهمت، فالعارف تلاقيه مريح في العشره، والعالم عايز احترام، لازم تقابله بكرافته، لازم تقابله بالبيجامه يقول لك يا ولد عيب كده ازاي تقابلني كده بالبيجامه. انما لو قابلت العارف بالفانله الحمالات يقول لك يلا يا ابني اقعد جنبي انا ما اجيبش حاجه. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة ايه، اذا دخلت عليكم فلا تقولي، ايه الحلاوة دي، بيعاملهم معاملة العارف. العارف ببعث الخلق ان يقوموا بحق رسول الله، فتنازل عن حقه لامته حتى لا يحرجهم، لانهم حتى لو امولوا على فراتيف طوابعهم مش هيقوموا بحقه، فقال لهم خلاص ما تقوموش خالص اقعدوا، لان مهما هتعملوا انتوا مش هتقوموا بحقه، فلا تقوموا لي. صلى الله عليه وسلم تنازل عن حقه لأمته، في حين ان كان يقول لهم لبعض الصحابة قوموا لسيدي. الله، بقى الصحابي ده سيدهم ورسول الله سيد الخلق، يقول لهم لا تقوموا لي، يا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعملهم بمعاملة الرؤوف الرحيم، معاملة الودود، معاملة المؤنس الوحشان، ومعاملة الاب الشفيق الرحيم. انت ما تبقى مدلع عيالك في البيت وتيجي تدخل تلاقي ابنك قاعد نايم كده وقاعد يقرا الجورنال ولا يتعدل، ولا انت تقول له ليه يا ولد ما تعدلش، لانك انت بتشفق عليهم، تسيبهم مدلع العيال حتى الناس يقولوا ايه يا ولد ده مدلع عيال، صح؟ واحد ثاني بقى اب بقى ايه؟ اب عالم، اول ما يدخل بس يسمع صوته على السلم، الكل يقعد يزرر ويقعد كده لحد ما يعدي يقول لك وعدى الحمد لله، يقعدوا بقى كده. يبقى ده بيعملوا معاملة التكلف، والثاني بيعملوا معاملة رب العالمين سبحانه وتعالى. ربك عايزك معاه بلا كلف، لدرجة ان احلى الدعاء اللي تقوله بلا تكلف، ما تقعدش توصل مخك وتقول يا بابا انا حفظتها كذا كلمة، بتقول ايه بقى كده وقاعد انت ايه تفتكر الدعاء اللي انت حافظه. ربك مش عايزك كده، عايزك تقول له على طول، قول له اللي في قلبك على طول بأي لغة، وكيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك، أم كيف لا تحسن أحوالي وهي لا تخفى عليك. فالحكاية كلها فتلاقي نفسك حتى مش عارف تعبر، تروح رفع إيدك كده وساكت، وفي الآخر تقول آمين، لأنه خلاص ما هو عارف هو هيحتاج تشاور له على حاجة. فالمسألة ربك عايزك تبقى كده معاه كده بلا علاقة، بلغة المصريين هلال يعني كده بلا تكلف، تبقى راجل سهل. انما ايه كل حاجه بقى ايه متظبطه وبالبتاع، وما انا من المتكلفين. صلى الله عليه واله وسلم كان يضحك مما يضحك منه الناس، يتعجب مما يتعجب منه الناس، وكان عايش مع الناس كده يعاشرهم، من راه بديهة هرى ومن خلطه معرفة احبه. صلى الله عليه واله وسلم. فتحب تعاشر العالم ولا العارف؟ العارف يريح، انما العالم هيخليك تمشي بوست وراه انت حر. معاشرة العارف كمعاشرة الله تعالى يحتملك ويحلم عنك تخلقا بأخلاق الله. وسئل ابن يزدنيار متى يشهد العارف الحق سبحانه، فقال اذا بدا الشاهد وثني الشواهد وذهب الحواس وامحل الاخلاص. يعني ثنى في الله عز وجل فما بقاش فيه دليل الا المدلول وهو الله، ثنت الشواهد كلها الادله كلها، غاب عن كل شيء حسه، مش كده برضه، غاب عن كل شيء حسه، فتهى عما سوى الله فالتعظيم لله. يا سائلي عن رسول الله كيف تهى، والسهو لا يكون الا من كل قلب غافل له، قد غاب حسه عن كل شيء فتاهى عما سوى الله فالتعظيم لله. هذا المعنى اللي عايزه سهل،
ونقف عند هذا الحد ونكمل يوم السبت القادم. كان بودنا نخلص الباب النهارده بس مش هينفع، نكمله ان شاء الله المره الجايه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرون وفعلتك الغافلون. جزاكم الله خير.